بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطية قناة الهنا. الفيديو جولة في بندة على المواد الغذائية والأواني المنزلية والأجهزة المطبخ الكهربائية، عروض 10 و20 ريال، عروض بندا في مدينة الرياض، كل الفروع نفس الأسعار. نبتدي كده الفيديو مع بعض، بس ياريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا حبيبي، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشرة، أول جرس إشعارات الكل عشان إن شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد من القناة، واللايك عشان كلكم تستفيدوا. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي أسعار الفواكه والخضروات. البرتقال بيبتدي من 2 ريال. الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية هتلاقيها من 7. في بقى العنب ده على 5، الأناناس ب12، الكمثرى في ب7 وفي ب9 وب10. على فكرة الكمثرى دي بتبقى حلوة قوي ومسكرة. في بقى اللي هو الكيوي والبرقوق على 15، الموز الكيلو ب4، في بقى الجزر والخيار على 5، الطماطم ب7، في اللي هو التفاح على 7 والتفاح الامريكاني، في بقى تفاح نوعيات تفاح ب7 وب10، ده دقيق الاربع حبة ب10. دي بقى عروض 10 وفي عروض 20، ده الحل الاربع حبة ب10. الزيت على 10 الحبة الواحدة. في بقى اللي هي التونة، في الاتنين حبة ب10، وفي تونة التلاتة حبة ب10، وفي نوعية تانية، في بقى تريفا وباندا، وفي نوعيات كتيرة جدا. بالنسبة للفول في 3 حبة ب10، فول باندا، في بقى اللي هو الفول بتاع كاليفورنيا، في الاربع حبة ب10، وهنا الثلاثة حبة اللي هو الفطر ب10. الكاتشب في عليهم عرض ب20، ده عروض 20. المكرونة في الثلاثة حبة ب10، وفي الست حبة من المكرونة دي اسمها تريفا على 10، تريفا. مازولا على 20، زيت هالة الاتنين حبة ب20، دي عروض 20. عروض 10 و20 على المواد الغذائية وبعض الأواني المنزلية. زيت النخيل برضو على كم؟ على 20، وفي تريفا زيت زيتون ب10، الشاي ب15، شاي ليبتون، النسكافيه على 23 الأكياس، والبطرمان ب25، في بقى اللي هو كوجي أناناس كوجي مجفف ب10، الكورن فليكس على 20، في بقى عروض 20، ده شفشق زجاجي ومعايا 6 كوبايات على 20، وفي طعم العشاء ده على 49، في بقى زيت الزيتون ده التلاتة حبة ب20، في بقى الحبوب اللي هي زي العدس والحاجات دي كلها على 10، في حبة الزيتون دي تريفا، في بقى زيت هناء زيت الذرة على 20،
الاتنين حبة ب20، دول عليهم عرض برضو. في بقى زيت الزيتون، الواحد حبة زيت زيتون بكر اسبانيا ب10، في ب16 عافية، عافية على 20. سمن بقري فارم على 20، والعلبة الصغيرة ب10. في بقى اللي هو زيت الجود على 20، الاتنين حبة، وشمس برضو وعافية. هالو هالة هالة زيت هالة. المكرونة كودي التلاتة حبة ب10. في بقى الاندومي دي الباكيتتين على 10. السكر ال5 كيلو على 15، سكر الأسرة. في بقى شاي الربيع اللي هو الفتلة على 16، نسكافيه ب26، نشوف بقى أسعار مسحيق الغسيل. طيب ال5 كيلو ب33، وال7 كيلو ب45. في بقى اللي هو الاريال ال2 كيلو ب22، وال5 كيلو ب45. برسيل على 40. ده رز بسمتي الشعلان ب54. في كمان على فكرة عرض على الرز اللي هو ابو الكاس ب27. نشوف بقى عرض ال10 وال20. دي زبديات ب10، الستة، وفي طقم على بعضه على 20، الزبدية الكبيرة بالستة، ب6 زبديات صغيرة. ده كان أكل القهوة. على 7 و18 ب18 اللي هي الألومنيوم دي، الستانلس، الجرانيت. في اللي هو البراد على 58، ده كوركماز. في بقى الطقم ده شفشق وزجاجي ب6 كوبايات على 20. طقم الكوركماز ده على 189. نشوف بقى الأجهزة الكهربائية. ده خلاط كيون ومعاه مطحنة 2 في 1 على 49. في بقى الخلاط كينوود على 215. دي قلاية بدون زيت على 319، بالسون تيفال على 329، اي تي سي ب255. في بقى اللي هي حالة الضغط الكهربائية دي، نيتر كوك. نشوف القلاية كيلكون على 195، وفي ب325 كيلوكم برضو. دي ماكوت بخار تيفال على 275. في بقى محضرة الطعام جيباس ب199 كيلوكون، ماكوت بخار على 129. نشوف بقى أطقم الكوركماز. ده طقم كوركماز 10 قطع ب420. ده طقم حلل كوركماز على 420. طبعا عدد القطع بيبقى الحلة بالغطا 9 قطع. ده كوركماز 9 قطع ب591. في بقى نوع تاني كوركماز 9 قطع ب329، ده نازل عليه عرض. ده طقم ستانلس كوركماز، ده ب591، ده 9 قطع برضو. هي اشكال الكوركماز كتير. ده طقم بقى تركي ستانلس تركي مستر كوك، ده 9 قطع مستر كوك ب318. في بقى طقم الستانلس ده
14 قطعة ب 638 ريال. نشوف بقى أسعار الترامس. ده ترمس لونه ذهبي للشاي والقهوة على 94، والحجم الكبير على 110، في الحجم الأكبر على 121. ده ترمس برضو للشاي والقهوة، في منه الذهبي والفضي. في حلة الضغط دي الستانلس ب 99، والجرانيت على 160، السبعة لتر. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في باندا على المواد الغذائية والأواني المنزلية وأجهزة المطبخ الكهربائية. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا سبسكرايب ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.